في البحوث والموارد القادمة أقف عند هذه. من أهم هذه الآيات أعزائي الآية 125 من سورة النحل أعزائي، الآية 125. القرآن الكريم بشكل واضح وصريح قال: أدعوا إلى سبيل ربك، أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن الطرق التي عينها القرآن الكريم هي الحكمة، ولم يقيدها لا بالحسنة ولا بالأحسن. ثم الموعظة قيدها بالحسنة. ثم الجدال لم يكتفي أنه حسن، لابد أن يكون ماذا؟ أحسن. عجيب هذه، يعني الحكمة لم تقيد، والموعظة قيدت بالحسنة، والجدال هذا معناه أن الحكمة لا تكون إلا جيدة، والموعظة يمكن أن تكون سيئة ويمكن أن تكون حسنة، والمطلوب من عندنا ماذا؟ الموعظة الحسنة. والجدال يمكن أن يكون سيئا ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون أحسن، والقرآن لا يسمح إلا بالأحسن، حتى بالحسن لا يسمح. عجيب هذا منطق القرآن الكريم. بينكم وبين الله أين هذا ينسجم مع منطق السب والإقصاء والتكفير والقتل؟ وهذا مع المشركين. وأسأل واحد هذا آية، هذه آية إن شاء الله سنقف عليها. الآية الثانية أعزائي وردت في سورة فصلت، الآية 33 إلى 35 أعزائي. الآيات واضحة في هذا المجال، 33 إلى 35. انظروا ماذا يقول القرآن الكريم. يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أبدا لا يحق لك أن تدافع إلا بالتي هي أحسن، لا يحق لك. القرآن الكريم يقول: إذا أردت أن تدفع وتدافع وتنصر وتقف أمام الباطل فلا طريق لك إلا ماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن. والقرآن يرتب على ذلك النتيجة، يقول: تعلمون ما هي النتيجة؟ النتيجة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو منطق القرآن، منطق القرآن كيف تحول العدو إلى ولي حميم، إلى صديق، لا كيف تحول الصديق إلى ماذا؟ إلى عدو. أي منطق بائس متخلف هذا، أنه أنت حتى في داخل المذهب الواحد يتنفر منك أصدقاؤك وإخوانك. ومع الأسف الشديد هذا أسمعه الآن في الآونة الأخيرة حتى في بعض القنوات والمنابر والفضائيات الشيعية، أنه عندما يختلف شخص مع الآخر في الفكر مباشرة أنه خرج عن المذهب وصار ضال وصار كافر وإلى غير ذلك. أي منطق أعزائي؟ هذا ليس منطق القرآن، منطق من لا أعرف، ولكن ليس منطق القرآن. والآية الثالثة وهي الواردة في سورة العنكبوت أعزائي، الآية 46 من سورة العنكبوت، وهي مهمة جدا هذه الآية. التفتوا إلى الآية المباركة، الآية 46 من سورة العنكبوت، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بينكم وبين الله القرآن يقول حتى أهل الكتاب الذين لا يشتركون معنا في دين واحد وفي عقيدة واحدة، يقول: ليس من حقكم أن تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن. ولذا تجد القرآن الكريم قال تعالوا إلى كلمة سواء. أنا أتصور هذا الإطار القرآني، إذن كل الروايات الواردة في نصوص كتب السنة وكتب ماذا؟ الشيعة، لا أستثني، لابد أن تطرح على ماذا؟ على الميزان القرآني، على المنطق القرآني، على المنهج القرآني، لنرى أنها تنسجم فبها ونعمل. أما إذا خالفتها فهي زخرف باطل لم يصدر لا من النبي ولا من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
وأنا لم أجد في القرآن الكريم أنه هناك آية واحدة قالت إذا أردتم أن تدعوا فادعوا الناس من خلال تكفيرهم ومن خلال تفسيقهم ومن خلال سبهم ومن خلال إسقاطهم ومن خلال إقصائهم ومن خلال اغتيالهم إما ماديا وإما معنويا، يعني إسقاط شخصياتهم العلمية. ومن أنا لم أجد لا في القرآن ولا في رواية. أساسا سمحت السيد هناك مشكلة، يعني خلفية هذا النوع من الجدل هو تسجيل نقاط والفوز على الآخرين. أنا أتصور واقعا هذه نقطة، ولكن أهم منها هي أن منطق الإقصاء، منطق التجهيل، منطق الإقصاء، منطق التكفير، منطق التفسيق، منطق أن تقول أن الآخر منافق، هذا منطق الجاهل والعاجز علميا. وحيث أن القرآن منطقه قوي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تجدون، أبدا لا يستعمل. إذن أعزائي الضابط أعطيت بأيديكم، إذا وجدتم ذاك المنطق اعرفوا أن المتكلم جاهل، أن المتكلم ضعيف، أن المتكلم عاجز، يعني لا توجد عنده بضاعة علمية يمكن أن تجتذب الآخر، فلهذا يريد أن يتحول إلى ماذا؟ إلى البعد السلبي، إلى المنهج السلبي، إلى المنهج الإقصائي. أما منهج القرآن فهو المنهج الإيجابي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.